بلزان 150 احد زود احد الشف احد نمر حراج واحد حراج اثنين 60 160 حراج اثنين بلغ عند انتحاري بلغ 170 بلغ 170 بلغ 170 بلغ 170 يا محمد يربح سجلوها على يربح هذا كم ابو عبد الله؟ لا هبا 70 على 70 يقول على 70 نادر على 70 المعده البيضاء المعده البيضاء على 370 ريال بين حليب بين شيب يقول راعيهم الصبح ومساء حليب ما شاء الله صبح ومساء ها على 370 حمودي محمد على 370 صبح موسى صبح موسى هذول على 70 وثلاث ما بعد 370 370 370 370 370 على 370 370 على 970 على 970 على 970 في البريات راعيه الشرط على 970 على 970 على 970 على 970 من هنا الحين موجود الصوت على 970 على 970 على 970 راح عند زود قضيت ابو طارق ها حراج واحد حراج اثنين 80 على 980 يا ولد على 980 عندك زود على 980 على 980 على 980 على 980 على 980 على 980 احد زود احد الشف احد النظر حرج واحد اثنين ما بعد حرج الى البيع ها على 990 على 990 ها يا ولد قضيت يا ابو سليمان ها على 990 على 990 على 990 على 990 على 990 احنا نزود احنا شف احنا نمر حراج واحد على 990 على 990 صار ما هي معهم ما صار ما هي معهم غير اجلاعات دله 990 على 990 على 990 على 990 يا ولد على 990 يربح 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 على 990 حراج واحد حراج اثنين شرع على الصافي يا ولد يا ابو سلام 3000 صافي 3000 صافي على 990 احد زود احد الشف يا ابو علي حراج اثنين ما بعد حراج الى البيع ما محكم هذا لا ما محكم هذا ما محكم تمام بس تمام تمام بس لا على 990 احد زود احد الشف هذا برا ذا برا احد زود احد الشف احد نظر حراج واحد حراج اثنين ما بعد حراج يربح يا ولد يربح شو على هنا هنا الشاه يا ولد حلال مسلم وسط مزاج يا ريجي حلال مسلم وسط مزاج على 320 على 30 على 60 على 70 على 730 على 430 يا جامل 430 430 430 430 عند زود احد الشف يا محمد شاور رعيه 430 ها 430 ايه عند رقيعي يا ولد كل شاور رعيه يا بعد حراج 800 ريال يا ولد احد زود ابشر ها يا ولد احد زود احد شف احد نظر حراج واحد يا ولد يا وكيله يا رعيه وين رعيه يربح يربح يا 50 60 70 310 310 ها يا ولد محمد سجل على عشرة قضيه 20 30 40
920 سليمان ها 920 من ولا الشغل مو بلك الا لا والله مو بلك حسام 950 ما شاء الله تبارك الله هم النعيم ما شاء الله يسمى 750 طرفين ورفتين الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله 750 سامي خرفان النجدية الأربعة وصلنا 910 الآن وصلنا سوم 910 خرفان النجدية الأربعة الرفلة ما شاء الله النجدية سام 580 كم عمره أنت شهر ونص من شهر ونص إلى شهرين الله يبارك لك يا ولد ما شاء الله تبارك الله كبرة سنية كبرة سنية سوق الاغنام الليلي اليوم التقينا بالحقيقه بعيسى احد البراعم الحقيقه اللي نفتخر فيهم ان نحصلهم باسواق الاغنام، عيسى انت دائم بالسوق عندك؟ ايه بوقت السم؟ بوقت العطله بس بالعطله تبيع وتشري لحسابك؟ يلا لحسابك يلا. انت شايف ان مثلا تنصح الشباب انهم يستغلون سوق الاغنام؟ ان واحد يشتري يبيع يعني يلا الله هذه شهاده من احد البراعم الحقيقه اللي دائما يتداولون في سوق الاغنام بالبيع والشراء فنفتخر فيهم الحقيقه ونتمنى لهم دائما التوفيق الله يعطيك العافيه عيسى ما شاء الله النجدي يسامن 880 ما شاء الله بين خروفين بين خروفين وباقي ارخاص عمار كم تقريبا؟ عمار يقول رجال من 3 شهور يبي يصل 4 شهور تقريبا يقول رجال انه يضحن اهم شيء انه يكون يقول رجال انه يضحن يعني الله يوفقه ما شاء الله تبارك الله 880 ما شاء الله خروفين والباقي رخام الله يبارك لك كم عدد هنين؟ 7 حقيقه بنعطيكم رقم جوال حقيقه راعي النجد اللي يبي حقيقه يبي يضحي هالسنه نعتبر انها فرصه من الفرص انه يقتنيهن وهن قربت الضحيه ان شاء الله بيكون اسعارهن مناسبه للضحيه كم جوال يا ابو؟ 050 75 24 395 اسمه كريم احمد الرشيد هذه ما شاء الله خروفين ورفلتين سامن 640 ما شاء الله تبارك عمار كم محدود؟ حدود 3 شهور تقريبا و 680 ليت هاي العنزه السام 680 حايل يقول العنزه الله يبارك له يرزقه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يسام 570 الله يبارك يعني البيع قريب مو بعيد يعني ها طبعا هذا الحين يسام 570 والجماعه دائما حقين الحلال تراهم مو بعيدين على البيع لما تشوف السوم ترى البيع قريب جدا للي مخدم وجازم انه بيشري خلاص كرفان سامن 1020 ما شاء الله يسام 720 4 كرفان والباقي ارخاص المجموع 6 يعني 2 رفلتين والباقي 4 خرفان الله يبارك لهم ويرزقهم ما شاء الله تبارك الله كم عمرنا ابو تفرع يعني؟ حوالي 4 من الثلاثه يقول حوالي 3 شهور الى 4 شهور تقريبا دائما سوق الاغنام حق يبدعون لنا شباب اهل يعني اولاد الجلابه سوق الاغنام نسعد بوجودهم وبحضورهم وخلينا حق نشجعهم انهم نطلعهم بالقناه على تشجيع لهم ما شاء الله تحب الغنام يا ابو؟ ها وش نوع الغنم تحبه؟ البيض ها؟ البيض الحري الحري تحب الحري وانت يا ابو؟ النعيم تحب النعيمي وانت يا ابو؟
النجد. النجد ما شاء الله عليهم، شوف العيان كل واحد له ما شاء الله نظرة. يحب نوع من نظره في بالحلال، نقول الله يقويهم يعطيهم العافيه، ونشوفهم ان شاء الله من كبار بكره مسوقين الاغنام في جميع الحق الاسواق اللي نفتخر فيها. الله يعطيهم ما شاء الله. البهم يسامي 870 كم ارخال؟ رخلين وست خرفان. رخلين ست ارخال، كم اعمار توقع اخوي؟ عمار يا طويل العمر السلامه، كل يضحينا لا ما عدا الاثنين. يقول رجال كل يضحي ما عدا اثنين، الله يبارك له يرزقهم. الله يبارك لك يرزقك ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقهم. النجد ما شاء الله خرفان ثامن على 950. صحيح كلام هذا؟ الله الله. كم عماره تقريبا؟ ضحن ها؟ الله الله. ضحن. والتيوس على كم طال عمرك؟ التيوس على 6. والتيوس على 600. التيوس. كم عدد التيوس؟ أربعة. التيوس أربعة. أربعة. إسام 600. جفرتين؟ تيسين. وتيسين ها؟ الله الله يبارك لك يرزقك ما شاء الله تبارك الله يرزقهم. الله يرزقهم. النجي ما شاء الله ارخال ثامن 860 ما شاء الله، يضحن ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك لك الى مين يرزقك. هذا بخلف ان شاء الله ثامن 760. الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. نجي عن حال منظور قدام. هذا الان ثامن 270 اخي. مع الدلال. 80 يقولون عمنا 80 تسعين لك؟ ثمانين تو بيع الولدين 300 شراء 300 شراء 300 شراء يربح القاضي يربح هذا حتى تشوف هد وخد وخده ما شاء الله النعيمية سام 760 تو مسدس يقول الرجال تو مسدس سام 760 النعيمية ذي الله يبارك لهم فرد منين بلف دمنيل 970 ما شاء الله البرابر عيال المهجه ما شاء الله ثامن 810 كل واحد مع واحد ما شاء الله البرابر 20 عيال ما شاء الله تبارك الله 420 برابر ثامن 810 كل واحد مع واحد ما شاء الله هذا الدواغير ثامن على 420 الدواغير ذولي الاثنين ذولي ثامن 420 الدواغير 260 معها اثنين سام 1260 ما شاء الله تبارك الله جفره وتيس ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لكم يرزقكم معها ولد السام 810 ما شاء الله وها الحري لي 750 سام 750 يلا خله 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 خروف هذا رخله ها وذي هذه حرام بيع ولدها خفوت ما شاء الله تبارك كم السام خالي؟ 20 الله يبارك لك يا امين